بكم إلى سابعة الميادين التي نطل بها عليكم من طهران لمتابعة تطورات الملف الانتخابي في إيران، ونبدأ بالعناوين. حداد عادل يؤكد أن أمن إيران تحقق بمحاربة الإرهاب والفتنة في سوريا والعراق، ويقول أن التنبؤ بنتائج الانتخابات غير ممكن. الصحيون يدعون إلى إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بحقوق المواطن الإيراني. وفي النشرة أيضا، قم مركز ديني وركن ثقافي في إيران. مساء الخير. تحتدم المنافسة الانتخابية في إيران على وقع المساعي لتحقيق مزيد من الانسحابات لمصلحة القائمتين الرئيسيتين للأصوليين المبدئيين والإصلاحيين. المتحدث باسم لائحة الأصوليين المبدئيين غلام حداد عادل قال للميادين إن التنبؤ بنتائج الانتخابات غير ممكن في إيران لأن الكلمة الأخيرة للشعب، كما أكد خلال حديث له في مسجد وسط طهران أن أمن إيران تحقق بمحاربة الفتنة والإرهاب في سوريا والعراق. في المقابل، برزت دعوة رئيس قائمة الإصلاحيين في طهران محمد رضا عارف إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بالحريات العامة في البلاد. ومع اقتراب الاستحقاق تتواصل المساعي لتحقيق مزيد من الانسحابات من أجل تركيز الأصوات لمصلحة القائمتين الرئيسيتين. ولكن قبل كل ذلك نذهب لموجز لأهم الأنباء. حياكم الله. أعلنت الخارجية الروسية أنها تعتزم دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة خطة تركيا لإرسال قوات إلى سوريا، وأضافت أن مشروع القرار سيطالب بوقف التحركات التي تهدد السيادة السورية. وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا قالت أنه لم يحدد بعد موعد لقاء المجموعة المعنية لوقف العنف في سوريا، وأشارت إلى أن العمل التحضيري جار بشكل فعال. اتهمت السعودية لبنان بمناهضة مواقفها في المحافل الدولية وعلى المنابر العربية، وذلك وفق تصريحات مسؤول سعودي. وقد أعلن المصدر وقف المساعدات المقررة إلى الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقدرها 3 مليارات دولار. وأضاف المصدر أن تعليق مساعدة الرياض للجيش والقوى الأمنية اللبنانية يأتي بسبب مصادرة حزب الله إرادة الدولة اللبنانية وممارسته الإرهاب بحق الأمتين العربية والإسلامية على حد تعبيره. قتل أكثر من 50 مسلحا في غارة نفذتها طائرات أمريكية على معسكر لتنظيم داعش في مدينة صبرات الليبية بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي. المتحدث رجح مقتل زعيم ميداني لداعش في الغارة، ويشتبه في أنه وراء هجومين بتونس. هذا وأعلنت الخارجية التونسية مقتل 40 مسلحا من تونس والجزائر في قصف صبرات، إضافة إلى وجود عدد من التونسيين الجرحى. وقد دان للمجلس الرئاسي الليبي الهجوم على صبراتة واعتبره انتهاكا للسيادة الليبية. استشهد شاب فلسطيني في إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه في بلدة بيت فجار، حيث تصدى شبان لاعتداءات الاحتلال. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في قرية سلواد بالضفة الغربية. وكان شاب فلسطيني استشهد عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاهه بذريعة تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. رفضت السلطات الاحتلال طلبا فلسطينيا يتعلق بلقاء الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق مع عائلته. عائلة القيق كانت قد أعلنت أن الأسير يحتضر ويطالب برؤية زوجته وطفليه لوداعهم. وبحسب مراسلنا فإن الأسير القيق يعاني من انقباضات حادة في القلب، وهو لم يقبل لغاية الآن تناول أي مدعمات أو أملاح.
طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا للحد من تجاوزات الشرطة. إلى ذلك تجمع مئات المحتجين أمام مديرية أمن القاهرة عقب مقتل شاب برصاص شرطي. وشدد السيسي بعد اجتماعه بوزير الداخلية المصري على ضرورة مواجهة التصرفات غير المسؤولة لبعض أفراد الأمن بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها. عودة من جديد إلى وفاء العم في طهران. أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم لائحة الأصوليين المبدئيين غلام حداد عادل إن أمن إيران تحقق بمحاربة الإرهاب والفتنة في سوريا والعراق، منتقدا الشعارات التي رفعها الإصلاحيون لجهة تحقيق الهدوء والأمان للبلاد. في سياق موازن قال عادل للميادين إن إيران ليست بلدا يمكن التنبؤ بنتائج انتخاباته لأن الكلمة الأخيرة للشعب. في غضون ذلك تتواصل المساعي لتحقيق مزيد من الانسحابات لمصلحة قائمتي الإصلاحيين والأصوليين المبدئيين لضمان تركيز الأصوات للائحتين الرئيسيتين. كي لا تذهب هدرا، خاطب التيار الأصولي المرشحين على ضفافه لضخ الأصوات في قدر واحد، لعل ذلك يملأ الكوب حتى جمامه وينجح السرب في التحليق داخل مجلس الشورى الجديد. رجع الصدى جاء من حزب مؤتلف الأصولي كما من آخرين. نحن نعتبر أن الاتحاد هو أفضل شيء لتيارنا، لذلك يجب تسخير كل الطاقات لخدمة التيار. أعلنا أننا لن نرشح أحد من خارج قائمة الأصوليين حتى لو لم نكن ممثلين، المهم أن التيار الأصولي هو الذي لديه الأغلبية. يقول الأصوليون إنهم يريدون تجديد أغلبيتهم في المجلس لضمان التوازن بين الشورى والحكومة. قائد لائحتهم في الانتخابات غلام حداد عادل كان حاضرا في تجمعهم الكبير وسط طهران. لا يمكن توقع من سيفوز في الانتخابات في إيران، الرأي رأي الناس وسنقبل بالنتيجة أيا كانت. في حملاتهم الانتخابية يتحدث الأصوليون عن دور إيران الإقليمي وتأثيره على استقرار الداخل في مواجهة تيارات إصلاحية تتبنى في خطابها سياسة إيران أولا والنأي بالنفس عن أحداث المنطقة. كيف تفوز بأصوات المقترعين؟ سؤال أعيا السياسيين في مشارق الأرض ومغاربها، وإيران ليست باستثناء. لذا فجهد الإصلاحيين والمبدئيين منكب على استخلاص الدواء. علي هاشم، طهران، الميادين. إلى ذلك قال زعيم قائمة جبهة القوى الإصلاحية محمد رضا عارف أن أحد الأهداف التي يسعى مرشحو قائمته لتحقيقها هو إعادة النظر ببعض القوانين الحالية. وشدد عارف خلال لقائه عددا من الحقوقيين على أهمية مراجعة القوانين المتعارضة مع بعضها، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الفردية للمواطن الإيراني. ودعا الناخب الإيراني إلى التصويت لمرشحي قائمته الثلاثين عن العاصمة طهران دون ما استثناء، حتى وإن كان الناخب لا يعرف عنهم معلومات كافية، لأن هؤلاء المرشحين تم انتقاؤهم بعناية بالغة على حد تعبيره. وللاطلاع على آخر تطورات مشهد الحملات الانتخابية معنا مدير مكتب الميادين من ميدان تجريش محمد حسن البحراني. محمد، ما الجديد على صعيد الحملات الانتخابية مع انتهاء اليوم الثاني لانطلاق هذه الحملات؟ وما جديد التصريحات والمواقف التي خرجت من كلا من الإصلاحيين وأيضا الأصوليين؟ نعم، فالتجمعات حقيقة والخطابات وبالتالي المواقف متواصلة لليوم الثاني والذي يشرف على نهايته اليوم بعد عدة ساعات فقط. لكن حقيقة هناك ثلاث مواقف يمكن أن نجملها باختصار وفا تتعلق بالتيارات الرئيسية الثلاث، الإصلاحية والمحافظة والمعتدلة. لكن دعيني وفا أبدأ بالموقف الذي عبر عنه أحد قيادات حزب الاعتدال والتنمية إسماعيل شجاعي، الذي توقع
بأن حزبه أو القوى المعتدلة هي التي ستهيمن على تركيبة وهيكلية البرلمان المقبل. قال أن الشعب الإيراني بات يملك من الوعي ليمكنه هذا الوعي من الاستفادة من تجارب العقدين الماضيين تقريبا أو الستة عشر سنة التي مرت بها إيران خلال عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي والرئيس أيضا الأسبق أحمد نجاد. وعبر شجاعي عن اعتقاده بأن كلا العهدين قد فشل في إقناع الشعب الإيراني. قال أن الشعب الإيراني قد أرهقه التطرف سواء من التيار الإصلاحي أو التيار المحافظ، يقصد التطرف لقسم من الإصلاحيين في عهد خاتمي والمتطرفين أو ظاهرة التطرف لقسم من المحافظين في عهد أحمد الرئيس الأسبق أحمد نجاد. الموقف الثاني اللافت كان لرئيس القائمة الإصلاحية محمد رضا عارف، الذي أشار اليوم بأن أحد أهداف الجبهة الإصلاحية هو مراجعة القوانين السابقة، خاصة تلك القوانين التي تتعلق بالحريات الفردية وحقوق الأشخاص. وبالتالي حقيقة هذا الموقف الذي عبر عنه اليوم محمد رضا عارف لم يكن غريبا، يوم أمس كرره العديد من الرموز الإصلاحية خلال الاجتماع الأول الذي عقدوه في طهران. لكن يبقى الموقف الأهم كما يبدو لي هو الموقف الذي أشار إليه اليوم المتحدث باسم جبهة القوى الأصولية غلام علي حداد عادل. حقيقة عبر عن موقفين، أحدهما عكس رؤيته لطبيعة البرلمان المقبل. قال نحن لسنا بصدد إضعاف حكومة الرئيس روحاني، ليست لدينا نوايا في هذا المجال. نحن نأمل أن ينتخب الشعب الإيراني برلمانا قويا واثقا نفسه، يقول للحكومة أحسنت عندما تصيب وينتقد هذه الحكومة عندما تخطئ. الموقف الثاني حقيقة والأكثر أهمية لحداد عادل هو عندما أدخل الملفات والقضايا الإقليمية على خط سباق المعركة الانتخابية الحالية، بإشارته إلى موقف الأصوليين المبدئيين من الأزمات الإقليمية خاصة المتعلقة بسوريا والعراق، وذكر الإصلاحيين ملمحا بهم دون أن يشير إليهم بالاسم، لمح إليهم بالقول ومذكرهم بالقول أن الأمان الذي ترفعونه شعارا لكم اليوم لم يتحقق إلا بفضل تضحيات قوات التعبئة والحرس الثوري والذين ينتمون كما نعلم بغالبيتهم إلى القوى الأصولية، ومشيرا في هذا الصدد إلى الموقف الذي اتخذه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إزاء الأزمة السورية تحديدا، عندما قطع الموقف الإيراني والسياسة الخارجية حددها على أساس دعم نظام الرئيس بشار الأسد، بينما كانت هناك العديد من القوى الإصلاحية ربما أو المحسوبة على التيار الإصلاحي من كانت تدعو ودون تردد إلى التخلي عن ما وصفته آنذاك بالنظام المستبد. وبالتالي هو يؤكد حداد عادل بأن هذه الشعارات ليست مجرد شعارات، وإنما ينبغي أن تجد طريقها وتجسد على أرض الواقع، والأصوليون هم الذين جسدوها على أرض الواقع. بالتأكيد محمد سنتوقف عند كل هذه التصريحات الآن مع ضيوفنا في الاستديو. كل الشكر لك محمد حسن البحراني مدير مكتب الميادين، كنت معنا من وسط طهران على هذا الرصد وهذا التوصيف للمشهد الإيراني. للوقوف أكثر مشاهدينا على الملف الانتخابي ينضم إلينا هنا في الاستديو في طهران السيد محمود صادقي المرشح عن لائحة الإصلاحيين في طهران، وأيضا معنا الباحث في الشؤون الاستراتيجية السيد هادي محمد. أهلا بكما معنا هنا في الاستديو. أبدأ منك سيد هادي محمد، يبدو بأن القضايا الإقليمية، وننطلق من الفكرة الأخيرة التي تطرق إليها مدير مكتبنا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ضلوع إيران ربما أو دور إيران في القضايا الإقليمية سواء في سوريا أو العراق، يبدو بأنه هو ملف جدلي وخلافي بين الإصلاحيين والأصوليين. ما الذي يعنيه دخول القضايا الإقليمية على خط الانتخابات في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمة شما و بينندگان این برنامه ارحب بكم و بمشاهديكم الكرام و برنامجكم الثمين الذي اعلن من الاصوليين باعتباره اولوية في شعاراتهم الانتخابية هو عنوانين اساسيين وبارزين، الاول في الجزء السياسة الخارجية والاخر في بعد الاقتصاد الداخلي، ودليل ذلك هو في الحقيقة ان منطقتنا هي تعيش في ظروف حساسة للغاية، والتطورات والمعادلات والتوازنات السياسية والأمنية يمكن أن تحدد مستقبل المنطقة وبلدنا أيضا يتأثر بذلك. ومن جهة أخرى أيضا نحن نعيش في حقبة من الضغوط والمقاطعة الاقتصادية، وتسببت بعدم الإدارة الاقتصادية المناسبة، وهذا ما تسبب في السنوات الأخيرة ببروز بعض المشاكل الاقتصادية عانى منها الشعب والمجتمع الإيراني بشكل واضح. لذلك فإن الشعار الثاني والعنوان الثاني للأصوليين هو في الجانب الاقتصادي، يركز على الجانب الاقتصادي في الداخل. وأيضا هناك يبدو يعني تأكيد على الاهتمام والتركيز وأولويات القضايا الإقليمية. بالطبع، فإن المسائل الإقليمية والاقتصادية تحظى بأهمية، وهي أولويتان أساسيتان بالنسبة للأصوليين في المحيط الداخلي. الأمور الاقتصادية والمسائل الخارجية الأولوية للسياسة الخارجية، نظرا لأهمية نوع تعامل إيران مع التطورات الإقليمية ومع البلدان الأجنبية، وهذا هو أهم أولويتان بالنسبة للمحافظين في الانتخابات الراهنة. وأود أن أؤكد بأن بين الأجنحة الأصولية وأيضا في الحقيقة الإصلاحية ليس هناك اختلافات كبيرة وبون شاسع في السياسة الخارجية، ربما بعض صقور الجانبين لديهما آراء مختلفة، ولكن بين المعتدلين والمتعقلين في الجانبين ليس هناك أي اختلاف وهناك مشتركات كبيرة. يعني نستثمر وجود الأستاذ محمود صادقي وهو مرشح على لائحة الإصلاحيين. القضايا الإقليمية تدخل على خط الانتخابات، يبدو بأن الأولويات ربما تختلف، ويمكن ربما نحصل على توضيح من حضرتك أكثر، بأن الأولوية لدى الأصوليين هي القضايا الإسلامية بالإضافة إلى القضايا القومية والوطنية، فيما الأولويات بالنسبة للإصلاحيين هي القضايا القومية والقضايا الوطنية. كيف يمكن أن نستقرأ هذا التباين، وكيف يلقي يعني يكون له تأثير على مسار الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية اسمح لي أن أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، وأشكركم على إتاحتكم هذه الفرصة الثمينة لي على أعتاب الانتخابات الدورة العاشرة للبرلمان الإيراني. نحن في الأيام الماضية عشنا الذكرى 37 لانتصار الثورة، وخلال 37 الماضية فإيران شهدت انتخابات مرة كل سنة على الأقل، ونحن في الحقيقة نعيش نظام سيادة الشعب ونجرب ذلك. فبلد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيش انتخاباتين مهمتين، انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات البرلمان، ولكن في أطراف إيران هناك المزيد من انعدام الأمن، ولكن لحسن الحظ فإن إيران يعني فيها الأمن والاستقرار السياسي أيضا، وبإمكانها أن تجري انتخاباتين مهمتين بالكثير من المرشحين من مختلف الأجنحة. وأنا هنا لابد أن أوضح بأن الإصلاحيين في ظل أنهم عانوا من أهلية تأييد أهليتهم برد الكثير من مرشحيهم، وبالحال سعوا من خلال المرشحين الآخرين بأن يدخلوا في معترك الانتخاب، ولحسن الحظ فإننا لكل مقاعد الانتخابات في البرلمان في كافة أرجاء البلاد في كافة الدوائر لدينا مرشحون إصلاحيون، رغم أنهم ليسوا وجوه بارزة، ولكن على أي حال فنحن نغتنم هذه الفرصة ونأمل بأن نشهد منافسة عادلة ومنصفة بين الإصلاحيين والمحافظين، وكما تفضلوا بأننا لدينا الكثير من المشتركات كالمصالح الوطنية والأصول الإسلامية والمبادئ الإسلامية
ومبادئ وأطر النظام هي أمور مشتركة بيننا، ولأن المناخ في إيران هو مناخا ديمقراطيا على أي حال فهناك تضارب في الأفكار، فالإصلاحيون على أي حال دخلوا ببرنامجا شاملا. اسمح لي على المقاطعة سيد صادق، ربما أعود إلى النقطة الرئيسية التي كنت أنطلق منها، حضور القضايا الإقليمية في الجانب الانتخابي. دعنا ننطلق ربما من تصريح غلام حداد عادل متحدث باسم جبهة القوى الأصولية عندما يقول أن الأمن والاستقرار في إيران تحقق بفضل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن إيران في سوريا والعراق وأيضا ضد الإرهابيين، فيما هناك بعض التيارات الإصلاحية التي ترى بضرورة النأي بالنفس في إيران. كيف نفهم هذا التباين بين الأصوليين والإصلاحيين؟ أنا لست متحدثا باسم الإصلاحيين، وأنا أحد مرشحيهم، وأنا أبين وجهة نظري وهي تتناسب مع وجهة نظر الإصلاحيين. فنحن في الأزمات الإقليمية علينا أن نكون فعالين وفي إطار المصالح القومية للجنة الإسلامية الإيرانية، وعلى حال وأن تحالفنا مع القوى الإقليمية كسوريا والعراق مهمة بالنسبة لنا بشكل كبير، وفي البلدان التي تعيش فيها أنظمة تواجه شعوبها في تلك البلدان نحن نعتقد بأننا لا نستطيع أن نبدي سلوكا تبدي وتؤدي إلى قمع الشعوب، وبالوقت نفسه فإننا نتفق مع الحكومة السورية بأن المنطقة تشهد حروبا بالوكالة، وداعش تقود المنطقة وتشعلها بالنار، ونحن نعتقد بأننا في بعض الأمور فإن الحكومة السورية اجتازت بعض السلوك الإنساني في بعض المناطق، وخاصة في بداية الأزمة السورية، وإذا كانت الحكومة ما دققت وأدارت الأزمة بشكل جيد وتوقفت عن القمع فإن هذا النيران كانت خمدت. ولذلك نحن نعتقد بأن الأزمة السورية يجب أن تديره إيران بذكاء وحنكة، وفي نفس الوقت في الأطر والاستراتيجيات العامة نحن نتفق مع الحكومة السورية، ونحن نريد استقرار وأمن وثبات سوريا وكذلك في المنطقة وخاصة في سوريا، ونحن نعتقد بأنه يجب منع التطرف الديني والتكفير في المنطقة، وفي نفس الوقت نوصي ونتوقع من الحكومة السورية الشقيقة أن تكون رحيمة مع شعبها. ربما من المهم أيضا أن نتطرق إلى القضايا الإقليمية، القضايا المحلية والتصريحات التي حصلت اليوم. لدينا تصريح محمد عارف رضا المتحدث باسم قائمة الإصلاحيين، ذكر نقطة مهمة اليوم، هو يعد بتغيير القوانين المتناقضة. أستاذ محمدي، أي عن أي قوانين يتم الحديث عنها، وما هي القوانين التي يسعى الإصلاحيون إلى تغييرها عبر مجلس الشورى؟ أنا أرى من الضروري أن أوضح بعض الأمور في جانب الملفات الإقليمية، بدليل أن هذا هو من اختصاصي وعملت في هذا المجال لأكثر من 3 عقود. فيما يجري في المنطقة هو في البداية كان يعبر عن صورة مشوهة وغير صحيحة عن التطورات في سوريا تحت عنوان الصحوة والربيع العربي أو النهضة الشعبية، ولكن بعد 5 سنوات تبين بوضوح بأن جذور هذه التحركات هي متأثرة ببرنامج وخطط استعمارية ومن الكيان الصهيوني ومن الدول الرجعية في المنطقة، وهي ديكتاتوريات مطلقة في المنطقة. لذلك فإن الدخول إلى هذا الموضوع بأننا علينا أن نميز بين ظاهرة الإرهاب وبين الأمور التي هي ربما بعض النواقص في الحكومة السورية، هذا واضح، ولكن يجب أن لا نخلط في المفاهيم، فيجب أن تجرى بعض الإصلاحات، ولكن المشاكل هذه ليست بهذا المقدار، بل أن هناك أمور ما طرحه الدكتور. بالعودة إلى الأوضاع الداخلية والأمور والتصريحات الداخلية، أستاذ
أستاذ محمدي، ربما من المهم أن نعود إلى نقطة تصريح محمد عارف رضا اليوم فيما يتعلق بتغيير القوانين المتناقضة، حتى نستثمر الوقت في المزيد من تقديم صورة أوضح لما يجري في هذه الأجواء الانتخابية. عن أي قوانين يجري الحديث عنها والتي يطمح الإصلاحيون إلى تغييرها عبر مجلس الشورى؟ الإصلاحيون هم تيار من التيارات السياسية وليس بينهم وحدة في المواقف، فبينهم المعتدلين وبينهم الإصلاحيين المتدينون وإلى تيار الإصلاحيون المتطرفون، هم في الحقيقة الكثير من المباني والأصول يعتقدون بها، سواء مبادئ وأصول الثورة الإسلامية والأمور الأخرى، حتى الأصول الوطني ربما لا يعتقدون بها، ولذلك فإن طرح هذه الأمور الحقوق الفردية، أي هذه الحقوق يجب أن تعاد فيها، يجب أن نرى بأن أي الأجنحة الذي يطرح، فإذا كان الدكتور عارف باعتباره شخصية إصلاحية معتدلة فمن الطبيعي، فإذا كان هناك بعض القوانين بحاجة إلى إعادة النظر وتدوين بعض القوانين فهذا من الطبيعي، فأن البرلمان المقبل سوف يخوض في هذه الأمور ويعيد النظر فيها في إطار القوانين المرعية والهياكل في داخل البرلمان. ولكن فيما يتعلق بالمواضيع الأخرى التي يمكن تقود إلى وجهات نظر متفرطة، فبكل تأكيد فإن الأصوليون سوف يعارضون هذه الأمور، مثلا التطرف في الحقوق والحريات الفردية، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لا توافق على ذلك، وفي الحقيقة فإن الحريات التي ربما تؤدي إلى تغريب البلاد وربطه بالغرب فإنها لا يمكن تطبيقها في بلدنا الذي يتمتع بالأصول الإسلامية. طيب سأعود إليك سيد صديقي ربما للتعليق على هذه النقطة، ولكن نستعرض بعض الأخبار المتعلقة بالجانب الانتخابي، حيث توقع إسماعيل شجاعي رئيس اللجنة الانتخابية لحزب الاعتدال والتنمية فوز القوى المعتدلة في الانتخابات المقبلة. وأضاف شجاعي أن الناخب الإيراني وبعد تجربته الماضية قد بلغ من النضج السياسي والإدراك لمصالحه الحقيقية ما يؤهله لاختيار القوى المعتدلة من الإصلاحيين والأصوليين. أكد خطيب جمعة طهران المؤقت كاظم صديقي أن الذين يثيرون شكوكا حول أداء مجلس صيانة الدستور يحاولون تشويه سمعة مجلس الشورى الإسلامي. صديقي وصف الانتخابات المقبلة بالقضية الهامة للبلاد، معتبرا المشاركة فيها إعلانا جماعيا عن الالتزام بمبادئ الثورة، وأشار إلى ضرورة تداول المناصب وعدم حصرها في أشخاص محددين. بالعودة إلى ضيوفنا الكرام في الاستوديو، ولك تحديدا أستاذ صديقي، ما مدى القدرة حقيقة على التغيير، تغيير القوانين ربما فيما يتعلق بالحريات الخاصة، إذا ما يعني تحدثنا بأن هناك عدد من القنوات التشريعية، نتحدث عن مجلس الشورى ومن ثم مجلس صيانة الدستور، في حال كان هناك خلاف نحن نذهب إلى هيئة تشخيص مصلحة النظام، إذا هناك سلسلة من القنوات التي يجب أن تمر بها القوانين، ما مدى القدرة حقيقة على التغيير؟ اسمحوا لي قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أعلم لكم بأن الإصلاحيين دخلوا ببرنامج كامل ومدون ورفعوا ثلاث شعارات: الأمل والتنمية والنمو الاقتصادي، وتم تدوين بعض الوثائق للحوار الشامل الذي تضمن القيم في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي والاجتماعي والبيئي. وبالإضافة إلى ذلك نحن لدينا برنامج مشترك وشامل الانتخابات يتعلق بالاتفاق النووي، وهذا يشمل الجانب السياسي والاقتصاد والثقافة والمجتمع والبيئة، ودخلنا بهذا البرنامج في الانتخابات، وهو برنامج مفصل وشامل في المجال السياسي كما أشار الدكتور عارف وأعلن ذلك. وأنا أريد أن أؤكد ذلك بأن رغم وجود أطياف مختلفة داخل تيار الإصلاح فإنهم ائتلفوا مع بعض، وأنا لا أقبل بأن هؤلاء بينهم
لأنهم أشخاص لا يؤمنون بمبادئ الثورة. أنا أرفض ذلك. فالإصلاحيون يقبلون ويؤمنون بأصول الثورة ومبادئ الثورة، ربما بعض الفوارق في الحوار، ولكن على أي حال في الجانب السياسة الداخلية فقسمنا برنامج الجانبين، السياسة الداخلية والسياسة الدولية والخارجية. في السياسة الداخلية كما أشار الدكتور عارف وهو المتحدث باسم القائمة الإصلاحية كما أشرتم، أعلن بأن 13 برنامجا حدد في تنمية السياسة الداخلية وثمانية برامج في السياسة الخارجية. وفي الجانب السياسة الداخلية ربما من المهم اسمحوا لي بشكل مختصر وضع القوانين المناسبة لتسهيل فعالية وأنشطة الأحزاب، وكذلك تهيئة مناخ مناسب وأمن للنشاطات الحزبية، وإصلاح الأدوات القانونية لإقامة انتخابات تنافسية وشفافة، وكذلك المصادقة على قوانين شاملة لإقامة الاجتماعات التجمعات والمؤتمرات القانونية. هذه جزء ونماذج من الأمور التي أدرجت في البرنامج الداخلي السياسة الداخلية. وبالنسبة لسؤالكم حول النظام الداخلي، نعم، فإن الأنظمة الداخلية للانتخابات، نحن لدينا مجلس الشورى الإسلامي الذي يصادق على القوانين ويجب أن تتطابق مع الدستور وكذلك مع المبادئ الإسلامية استنادا إلى المادة الرابعة من الدستور. لذلك فإن القوانين عندما يصادق عليها يجب أن تصادق عليها من قبل مجلس صيانة الدستور لكي يطابقها مع الدستور ومع الشرع الإسلامي. وإذا برز خلاف بين البرلمان وبين مجلس صيانة الدستور فإن الأمر ويصر المجلس على البرلمان على عدم تصليح اللائحة، فإن هذا المورد يحال إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهناك يتم البت في هذا القانون. نعم، اسمح لي أختم معك أستاذ محمدي. نقطة مهمة في سياق التنافس الانتخابي بين الإصلاحيين والأصوليين، كلا الطرفين يعني هناك دعوة ربما من كلا الطرفين للتصويت للقوائم حتى وإن لم يكن الناخبين يعرفون منهم على لائحة القوائم، وهذا يتناقض مع دعوات رجال الدين وأيضا حتى مع المرشد الذي دعا للتصويت لمن هو أصلح وأفضل بغض النظر إذا كان ينتمي للإصلاحيين أو للأصوليين. قديش عندي الوقت؟ لدينا دقيقة واحدة للأسف الشديد. على أي حال الأمر الواضح هو أن الجناحين الإصلاحي والمحافظين لديهم قاعدة شعبية في المجتمع، ولكن الجزء الأعظم من مجتمعنا الذي يعرف بالجزء الرمادي لم يحدد أولوياته ولم يحدد خياراته، وبمقدار ما يتمكن كل طرف من أن يكتسب ويجذب هذه الأصوات من الجانب الرمادي من الناخبين فإنه سوف يحظى بموقع مهم في البرلمان القادم. والواضح بأن الأصوليون ركزوا على الجانب الاقتصادي في الداخل، فإن 10 من مرشحيهم انتخبوهم من المتخصصين الاقتصاديين في الوقت الذي إن الإصلاحيون ركزوا على التنمية السياسية، ليس لديهم أي متخصص اقتصادي في قوائمهم الانتخابية بين مرشحيهم، وهذا يبين بأن اهتمام بالجانب الاقتصادي لا يحظى بأولوية بالنسبة للإصلاحيين. والأمر الواضح أيضا أن العامل الأجنبي دخل إلى انتخاباتنا، ووكالة أنباء بي بي سي تريد أن تحدد قوائم الانتخابية وتريد أن توجه الشعب لكي ينتخب ما يحلو لهم، وهذا يختلف على توجهات الشعب وتوجهات قادة الثورة. فإن قادتنا لديهم آذان صاغية من قبل الشعب، فلذلك فإن الأمر المهم فإن كل من يدعو أولا بأن ليس أحد يعرف بأن الثقل لمن لأي قائمة، وهذا سوف يتحدث في المستقبل في الأسبوع القادم، ربما سوف تؤدي بعض العوامل تحدد الجهة الثقيلة والأموال الداخلية والخارجية التي ربما تسبب بعض الفساد الاقتصادي في الانتخابات، ربما تؤثر
على سير الانتخابات والعوامل الخارجية مثل بي بي سي والشبكات الافتراضية والأقمار الصناعية، ربما تؤثر على أفكار الشعب، ولكن الواضح هو أن شعبنا واعي جدا، وربما إذا أخطأ فإنه سوف يصلح أخطائه، كما أنه في السابق أيضا وقع ذلك. فكل الأجنحة السياسية كانت منفذة للانتخابات وكانت منافسة في بعض الأحيان، وهذا يبين الديمقراطية الحقيقية في بلدنا. ونتفهم ربما أستاذ محمدي بأن هناك جدل كبير ومحطة يعني للنقاش هذا الجدل. في كل أحوال انتهى الوقت أستاذ هادي محمدي، وأنت باحث في الشؤون الاستراتيجية، وأيضا الشكر لك أستاذ محمود صادقي، وأنت مرشح على لائحة الإصلاحيين في طهران. شكرا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أي دور لرجال الدين في الانتخابات الإيرانية؟ أهلا بكم من جديد إلى سابعة الميادين التي نطل بها عليكم من طهران. لرجال الدين في إيران دور تاريخي منذ ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، دور مكنهم من التأثير بشكل واضح في الحياة السياسية على أبواب الانتخابات التشريعية المقبلة. ما هو موقف رجال الدين؟ علي مرتضى والتفاصيل. من عنوانها تقرأ الرسالة، هي الجمهورية القائمة على إرادة الشعب والإسلامية المنطلقة من أسس الدين. الجمهورية الإسلامية مثال التكامل بين الدين والسياسة، فما هو دور رجال الدين في الحياة السياسية في إيران؟ في مجتمع ملتزم إسلاميا كالمجتمع الإيراني، يعد رجال الدين الأكثر تأثيرا في حياة معظم المواطنين. وجودهم في المساجد الممتلئة بالمصلين وخطبهم الأسبوعية واليومية المتابعة من قبل الجميع، عوامل جعلت منهم ومن خطباء المساجد أهم الأطراف الصانعة للرأي العام في هذا البلد. من الطبيعي أن يتبع الشعب دائما رجال الدين، ولا سيما بعد أن جربهم على مدى القرن الماضي في الأحداث الهامة، لكن على الشعب أن يستمع للصادقين والمخلصين منهم. عندما يؤيد علماء الدين لائحة معينة، فإن هذه اللائحة عادة ما تحوز ثقة الشعب. تأثير رجال الدين في الرأي العام الإيراني عادة ما يكون عبر المواصفات العامة كتوجيه الناس لاختيار الأفضل والأنسب، أما تفصيل الأسماء فمعظم رجال الدين لا يدخلون في متاهته. علماء الدين وعلى رأسهم الإمام الخميني كان لهم دور أساس في رسم حاضر ومستقبل إيران، سواء أثناء الحرب أو في مرحلة البناء. هناك ثقة كبيرة ومتبادلة بين الشعب وعلماء الدين، لكن القرار في هذه الانتخابات للمواطن الذي يحدد مصير ومستقبل إيران. دور علماء الدين مهم جدا ومؤثر. نحن الإيرانيين نؤمن بدورهم في حياتنا العامة، لأننا نؤمن أنهم يدعوننا إلى الصواب. العلماء بإمكانهم تمييز الأفضل من المرشحين الذين يمكن أن يخدموا إيران، إلا أنهم يتركون الخيار لنا دون تسمية الأشخاص أو الجهة. لا يجتمع كل الإيرانيين على رأي واحد، البعض يعرب عن معارضته لما يسميه التبعية العمياء لرجال الدين، ولا سيما لأولئك الذين يدعمون أسماء مرشحين دون أخرى. وبين مؤيد ومعارض لهذا الواقع يبقى صندوق الاقتراع والحكم في تحديد مدى تأثير رجال الدين على الانتخابات. علي مرتضى، طهران، الميادين. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستديو النائب السابق والباحث في الشؤون الدينية سماحة الشيخ أكبر حميد زاده. أهلا بك سماحة الشيخ. المؤسسة الدينية في إيران لها دور خاص ربما من المهم أن نسلط عليه الضوء. كيف يمكن أن نوصف هذه العلاقة بين رجال الدين في إيران والحياة السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من بلبنان، في البداية اسمح لي أن أحيي الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية أجمل ترحيب، وأيضا أتمنى لكم
أشقائي الأعزاء في قناة الميادين المزيد من التوفيق، لأنكم تنورون الأفكار بشكل شفاف، وأتمنى لكم التوفيق. فمن الطبيعي جدا بأن الإعلام إذا كان من طريق القنوات الصحيحة والواضحة وكانت المصادر الإعلامية موثوقة وصحيحة بالنسبة للشعب، فإن هذا يساهم في نمو المجتمع وتعالي المجتمع وسمو البلد، وبإمكان رجال الدين أن يؤدوا دورا مهما. وأنا مسرور جدا بأن بين وسائل الإعلام تبرز وتلمع الميادين بشكل واضح، فقد احتلت مكانة بارزة بين الشعب وبين الرأي العام العالمي والإقليمي. وأأمل وأدعو لهذه القناة بتنمية قدراتها أكثر فأكثر أن تتألق أكثر. نحن نشكرك حقيقة على هذه الكلمات، وهذا دور الميادين وهذه مبادئ الميادين التي أعلنت عنها منذ البداية، الالتزام بالمصداقية ونقل الواقع كما هو. حقيقة هذا الإطراء يخجلنا وفي نفس الوقت يدفعنا لأن نتمسك بهذه المبادئ. ولكن بالعودة إلى سياق الحديث، ربما عندما نتحدث عن دور رجال الدين في إيران في الحياة السياسية، كيف نوصف هذا الدور مع مرور كل استحقاق انتخابي ونحن الآن نعيش حالة انتخابية جديدة؟ أنا بخدمتكم. فإن رجال الدين كما أشرتم بإشارتكم القيمة أولا بأنهم هم شريحة سامية في المجتمع الديني في إيران، وكما القرآن الكريم أشار يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن شكل في طبيعي فإن رجال الدين استطاعوا بالإلهام من موقعهم المعنوي والروحاني هذا، ومن استلهام الآيات القرآنية، أن يؤثر على المجتمع بشكل كبير ويهدو المجتمع. وليس رجال الدين في الشيعة والدين الإسلامي، حتى أنكم تشاهدون في المجتمعات المسيحية أيضا، فإن دور رجال الدين يبرز ذلك هناك ويؤثر بشكل كبير على الحياة السياسية لدى أتباعهم. فأتباع مريم عليها السلام يؤثرون بشكل كبير، وخاصة في إيران بعد انتصار الثورة المباركة، لأن محور الثورة كان الإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه باعتباره رجل دين ومرجع ديني بارز، وفي نفس الوقت كان يحظى بمقبولية لدى الجميع كقائد سياسي. فإن رجال الدين خرجوا عن موقعهم التقليدي وتعدوا ذلك إلى الحياة السياسية واستطاعوا في الجوانب المختلفة، وخاصة في إطار أهداف الثورة وأهداف ونهج الإمام الخميني، أن يتخذوا خطوات مؤثرة لدى المجتمع ولدى الحياة السياسية. وبالنتيجة ذلك فإن دور رجال الدين بعيدا عن التعامل التقليدي بين المجتمع وبين أتباعهم، فإنهم برزوا في الجانب الثوري كقادة ثوريين للمجتمع. وبنتيجة ذلك فاستطاعوا خلال مدة 3 عقود، ففي الأيام الماضية رأيتم بداية السنة 38 لانتصار الثورة في إيران، فإن رجال الدين وشريحتهم اللامعة تمكنوا أن يثبتوا قيادتهم الحكيمة في هداية المجتمع. وربما هناك بعض الأفراد يسيرون في اتجاهات مختلفة أو يبرزوا بعض الحساسية في ضعف رجال الدين في بعض الأمور، ولكن هذا أمر طبيعي، فإن كل شريحة ربما تعاني من بعض النواقص وبعض العيوب، ورجال الدين لا يخلو من تلك الأمور والعيوب. ولكن أنا عندما أتكلم عن رجال الدين
أعني رجال الدين الأصوليون الذين يهدون إلى الدين الأصيل كما عبر عنه الإمام الخميني رحمة الله عليه، الإسلام الذي يدعو إلى الحرية وإلى حقوق الإنسان السامية، يحترم حقوق المرأة ويحترم حقوق الشباب ويهتم بهم كشريحة صانعة للمستقبل وينظر إليهم نظرة مميزة على حال. فإن رجال الدين التي تملك رؤى راقية ورؤى حديثة ومعاصرة للأمور فإنهم بكل تأكيد لديهم دور مؤثر في الانتخابات القادمة، ولذلك فإن ليس بن اعتبار صلاة الجمعة بل أن تواجد رجال الدين في إيران هو في حياة المجتمع وبين شرائح المجتمع لديهم نفوذ واسع، والتظاهرات الواسعة التي رأيتموها في 22 من بهمن في 11 من شباط الماضي بالذكرى السنوية، أنتم فكروا بأنه لو كان في البلدان الأوروبية أو في أمريكا إذا أرادوا أن يحشدوا مثل هذا المجتمع الهادر فكم من الميزانية يجب أن ينفقوا، ولكن في إيران لا ينفقوا أي شيء في إيران، بل المحرك الأساسي هم رجال الدين الذين عبأوا كل هذا السيل الهادر من المجتمع، وأن يبثوا النشاط بعد مرور 37 عاما من انطلاق هذه الثورة. ذلك فإن هذا النشاط والحماس الذي تموج به المجتمع الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة، فإن هؤلاء نفسهم رجال الدين بإمكانهم أن يؤدوا هذا الدور في قرارات المجتمع ويؤثروا على قراراتهم بشكل طبيعي. وبشكل طبيعي فأن رجال الدين الواعون والفاهمون لأمور العصر والذين بإمكانهم أن يفرزوا أمور المجتمع المعاصرة ويحللوها بشكل واعي وواضح، فيجب عليهم أن يتساموا بوعيهم ومعرفتهم قياسا بالماضي، وأن يحملوا لواء الهداية بالنسبة للمجتمع باتجاه انتخابات حماسية في هذا البلد ولرفع غد الشعب. عندما نريد أن نفهم سماحة الشيخ الدور الذي يلعبه في دقيقة واحدة رجال الدين في إيران، يبدو بأن هناك مشكلة في سماع الترجمة. زيفس. طيب، عندما نتحدث أكثر سماحة الشيخ عن الدور الذي يلعبه رجال الدين في إيران ودور المنابر الدينية وتحديدا في الانتخابات الإيرانية، هل هناك أيضا تكون هناك حالة اصطفاف تشبه حالة الاصطفاف السياسية الموجودة، بمعنى هناك من رجال الدين من يدعم الإصلاحيين وهناك من يدعم الأصوليين، أم هناك دور آخر يقوم به رجال الدين في الاستحقاق الانتخابي؟ بشكل طبيعي فإن وجود الاختلاف في وجهات النظر في المجتمع هذا يدل على الديناميكية وحياة هذا المجتمع كالمجتمع اللبناني، فلا توقعون بأن المجتمع اللبناني أن ينطقوا بكلمة واحدة وأن يفكروا بنمط واحد وأن يتعاملوا مع الأمور السياسية برؤية واحدة، فإن اختلاف وجهات النظر واختلاف الرأي وتباين الرأي في المجتمع وفي بلد هو أرضية للنمو ولسمو هذا البلد. الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول بأن حياة العلم بالرد والنقد، أي أننا إذا أردنا أن نبين حياة مجتمع نامي يجب أن يكون هناك تباين في الرأي وتضارب في الرأي، ويجب هناك نقدا بناء، ويجب أن يكون هناك معارضة. إذا نفترض بأن في مجتمع نتصور بأن مجتمع بأن كلهم يفكروا بنمط واحد ويحللوا الأمور السياسية بمنطلق واحد، فمن البديهي بأن هذا المجتمع سوف يكون مجتمعا منسجما ومجتمعا أحاديا ويعاني من الوحدة والتوقف. سماحة الشيخ، ربما يعني ما ذكرته هي نقاط مهمة وتوضح الصورة ربما لتجربة إيران وتجربة رجال الدين في إيران على الصعيد السياسي، ولكن
داهمنا الوقت سماحة الشيخ أكبر حميد زادة، وأنت نائب سابق وباحث في الشؤون الدينية، نشكرك كل الشكر على تواجدك معنا هنا في الاستديو في طهران. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. عفوا، ولكن قبل الختام ربما هناك تقرير أيضا عن مدينة قم، وهي واحدة من المدن الإيرانية البارزة، حيث تشتهر بأنها مركز الحوزة الدينية فضلا عن العديد من المزارات الدينية، كما تشتهر بنشاطها الثقافي وحركة أسواقها التجارية. تقرير لحازم كلاس. قام رجل من قم وقال للشاه قم، فباتت إيران جمهورية إسلامية، وباتت مدينة قم مرجعا يوازن بين الجمهورية والإسلامية. ليست قم محل الحل والعقد، لكن حبلا متينا يربط بينها وبين العاصمة طهران. هنا يجلس مراجع الدين وأساتذة الحوزة العلمية، وإليهم يرجع بالأمور. فترى الزيارات المتكررة للمسؤولين وصناع القرار في الحكومة الإيرانية، ومن هنا يتخرج الطلبة وعلماء الدين ممن سيكون لهم الدور في البناء التنظيري والفكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا ما دفعنا للسؤال عن طبيعة العلاقة بين قم وطهران في النظام الإيراني. لمدينة قم ومرجعيات قم الدور الأكثر خطورة في صناعة القرار الاستراتيجي في إيران. أنا لا أقول أن المراجع والفقهاء هم يقتحمون في صناعة القرارات السياسية، ولكن هناك شيء ممكن أسميه الدولة العميقة في إيران. من خلال دورها الفكري يمكن فهم حركة النشر والطباعة النشطة في قم. آلاف الكتب تصدر سنويا في هذه المدينة، كتب تناقش قضايا دينية وسياسية وفكرية. قم تجذب إليها أيضا الزوار، وهذا ما يجعل حركة السياحة الدينية نشطة بما ينعكس على أسواق المدينة وحركة التجارة فيها. لكن الأوضاع الاقتصادية عموما هنا تعاني الركود كما يقول باعة هذا السوق. تعيش السوق عموما حالة ركود منذ عدة أشهر، وبالنسبة إلينا فإن معظم بضاعتنا وهي القماش مستوردة من الخارج، نأمل أن تتحسن الأوضاع. تشتهر كل مدينة في إيران بنوع من الحلويات، لكن قم اختصت بالحلوى الأكثر شعبية، السوهان، حلوى قوامها القمح والزعفران والفستق، والتي لم يكن لنا أن نترك المدينة قبل شراء بعضها. حازم كلاس، قم، جنوب طهران، الميادين. الآن فعلا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حداد عادل يؤكد أن أمن إيران تحقق بمحاربة الإرهاب والفتنة في سوريا والعراق، ويقول أن التنبؤ بنتائج الانتخابات غير ممكن. الإصلاحيون يدعون إلى إعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة بحقوق المواطن الإيراني. وكان في نشرة أيضا قم مركز ديني وركن ثقافي في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.